حظرت الحكومة الصومالية تطبيق أو قررت حظر تطبيقي تيك توك وتيليجرام وموقعا إلكترونيا للمراهنة بذريعة استخدامها من قبل إرهابيين وجماعات منحرفة لأغراض وصفت بالدعائية والبذيئة مثل نشر الصور المروعة وتضليل الجمهور. وزارة الاتصالات قالت إنها أمرت مزودي خدمة الإنترنت بمنع الوصول إلى المنصات الثلاث بحلول 24 من هذا الشهر تحت طائلة اتخاذها إجراءات قانونية لم تحدد طبيعتها. وأعربت الوزارة عن قناعتها بأن حظر هذه المنصات من شأنه تسريع الحرب على الإرهابيين الذين سفكوا دماء الصوماليين وفق قولها في إشارة لما تعرف بحركة الشباب. ذلك يبرر ربما توقيت القرار الذي جاء مع اقتراب المرحلة الثانية من الهجوم على هذه الحركة التي تقود تمردا داميا على الحكومة المركزية في مقديشو منذ أكثر من 15 عاما. الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود كان قد تعهد الخميس الماضي بشن هجوم للقضاء على الحركة خلال الأشهر الخمسة المقبلة انطلاقا من مواقع تجمع آلاف من أعضائها جنوبي البلاد. الحركة هذه يخوض الجيش الصومالي منذ عام إلى جانب مجموعات عشائرية محلية هجوما واسعا عليها بدعم من قوات الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة لطرد ما تبقى من أعضائها من بعض المناطق الريفية، وذلك بعد أن تمكنت الدولة من إبعادها عن العاصمة مقديشو عام 2011. نحاول أن نناقش هذا الموضوع بعد قليل مع ضيفنا وزير الاتصالات الصومالي الذي في الواقع هو من أصدر هذه التعليمات إلى كل مزودي الإنترنت في البلاد بإغلاق ثلاثة مواقع هي تطبيق تيليجرام وتيك توك بالإضافة إلى موقع مراهنة. تقول الوزارة إن هذه الإجراءات كما قرأنا إنما من شأنها أن تساعد الدولة الصومالية على محاربة الإرهابيين المقصود بها بجماعة الشباب. هذه المجموعة في الواقع تستخدم عادة تطبيق تيليجرام لنشر عملياتها والتحريض أيضا ضد الجيش الصومالي وقواته. نرحب بضيفنا من مقديشو جامع حسن خليف وزير الاتصالات والتكنولوجيا في الحكومة الفيدرالية الصومالية. سيد الوزير، لماذا اتخذتم هذا القرار؟ هل ترون أنه بإغلاق تيليجرام وتيك توك ستتمكنون من دحر جماعة الشباب؟ شكرا لاستضافتي. أعتقد أنني لا أستطيع سماعكم بشكل جيد، ولكن سأحاول أن أبني على ما استمعت إليه. إذا ما كان السؤال حول التطبيقات التي منعناها اليوم من تيك توك وون إكس بي وتيليجرام، فإن هذا صحيح. نعم، كما نفعل دائما إن حكومتنا تعمل على خدمة شعبنا في مواجهة التحديات التي نواجهها، وهذه التطبيقات التي تحدثتم عنها اليوم تؤدي إلى آثار سلبية على شعبنا. لذلك هذه حركة أو خطوة أولى نود أن نجعلها فاعلة في أقرب وقت ممكن. سيد الوزير، حركة الشباب كانت موجودة قبل تيليجرام وشنت تمردا ضد الدولة الصومالية على مدى سنوات طويلة. إغلاق تيليجرام أو تيك توك هل يساهم فعلا في دحرها كما قال بيانكم اليوم؟ لا، حينما منعنا تيليجرام وسواها من التطبيقات فإننا لنحمي شعبنا ورفاهه ولا سيما الشباب. لذلك هذه التطبيقات عندها أنظمة مختلفة ولكن لها جوانب تأثيرات على جوانب مختلفة من حياتنا، وسنعالج كل منها على حدة ووفقا لما يلزم.
وهذا المنع للتطبيقات هو لأنه تؤثر على نمط شبابنا وعلى الأمن القومي وتؤدي إلى القلق وحتى إلى مشاكل في الصحة النفسية. إذن لها تأثير سلبي على مجتمعنا ونحن مسرورون أن نعالج هذه المشاكل التي تطرقنا إليها وعواقبها الوخيمة على مجتمعنا، وهذا ما حصل. سيد خليف، هناك خشية من أن يكون إغلاق تيليجرام وتيك توك الخطوة الأولى في سلسلة خطوات، ربما يغلق بعد ذلك واتساب ويوتيوب وماسنجر وبقية مواقع التواصل الاجتماعي. هل تؤكدون أنكم لن تقدموا على خطوة كهذه؟ أعتقد أنه ثمة مشكلة في الاتصال معكم لأن السؤال لا يصلني بشكل لازم وما يصعب علي الإجابة، لذلك إذا ما استطعت أن تعيد لأنه ثمة صدى في الخلفية ما يصعب علي سماع السؤال، هل بإمكانك أن تعيد؟ نعم طبعا بإمكاني أن أعيد. سألتك إن كانت خطوتكم في إغلاق تطبيقي تيليجرام وتيك توك تنتهي هنا أم لا، قد يتطور الأمر وتكر السبحة لإغلاق بقية مواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب واتساب ماسنجر إلى غير ذلك مما يهدد ربما حرية التعبير في الصومال. هل تؤكدون أنكم لن تقدموا على إغلاق كل مواقع التواصل الاجتماعي أمام الصوماليين؟ لا أود أن أتحدث عن أمر لم نصل إليه بعد، ولكن بالطبع نحن نخطط وخططنا لمعالجة كل المشاكل المنبثقة عن وسائل التواصل. بالطبع ثمة برامج أو تطبيقات أخرى تؤذي شعبنا وتؤثر على نمط حياتنا وتبدو أنها تهديد لأمننا غالبا. إذن ثمة العناصر أو التطبيقات الكثيرة التي من الممكن أن نلغيها أو أن نمنعها. ربما هذه خطوة أولى من خطتنا لمعالجة هذه المشاكل، ولكننا سنمضي خطوة بخطوة، لذلك لا أريد أن أتحدث من قبل أن نبلغ الخطوة القادمة، ولكن ما نعمل عليه اليوم هو تنفيذ هذا المنع بأقرب وقت ممكن، وهذا هي بداية حملة كبيرة تجاه أو ضد هذه المشاكل التي نواجهها في مهمتنا. الرئيس حسن الشيخ محمود يوم الخميس الماضي في الواقع سيد الوزير تعهد بشن هجوم عسكري على حركة الشباب، المرحلة الثانية من هذا الهجوم خلال الأشهر الخمسة المقبلة، ويبدو أن إغلاق هذين التطبيقين خطوة أولى تجاه ذلك الهدف. هل تؤكد لنا أن الجيش الصومالي فعلا سيشن هجوما على تلك الحركة خلال بضعة أشهر من اليوم؟ إذا فهمت وسمعت جيدا السؤال فإنه يتمحور حول القتال ضد حركة الشباب. هذه الخطوة أيضا هي جزء من أن نتأكد أن لا يكون ثمة حملات تضليل تضلل شعبنا وتعرض أمننا للخطر وخطر وأمن أمتنا. لذلك نحن بضراوة ندعم جيشنا التي تواجه الإرهابيين،
منع هذه التطبيقات أمر أساسي جدا في هذه المعركة التي نخوضها، ولها أثر كبير جيد على كلنا أو على جميعنا. لذلك أود أن أترك الإجابة عن هذا السؤال إلى الأشخاص في الميدان الذين يتحملون المسؤولية، وأنا بصفتي وزيرا جزء من هذه الحركة التي نقوم بها كأمة جمعاء لمحاربة الإرهاب. ومن هذه الأمور أيضا سأحفظ رفاه شعبنا فيما يتعلق بنمط الحياة، حيث أن هذه التطبيقات تؤثر على نمط حياتي لا سيما الشباب، وهذا جزء من حركاتنا وله أثر كبير في حركتنا أيضا. شكرا جزيلا. من مقديشو جامع حسن خليف، وزير الاتصالات والتكنولوجيا في الحكومة الفيدرالية الصومالية، كان يحدثنا عن قرار حكومته حظر تطبيقي تيليجرام وتيك توك، وقال الوزير بوضوح أن قد يتم حظر تطبيقات أخرى إن احتاج الأمن القومي لذلك.